ممكن نعمل ايه؟ ممكن تعالوا نقلي الفراخ دي ونحطها في، اعملها فراخ عاديه خالص، البانيه بتاعي زي ما كل الستات البيوت بيعملوه، فراخ بانيه، بس عاملها، عامل البانيه بتاعي بالكورن فليكس، هيبقى مفيد. الزيت بتاعي بيبقى هادي شويه علشان ما يحرقش من بره، وايه، ويبقى ني من جوه. طيب نجيب ايه كمان؟ عندنا كمان شويه زعتر حلوين قوي، تعالوا نروح نجيبهم من الجنينه ونبتدي نقول معلومات هايله عن الزعتر وصحه ولادنا. تعالوا نروح نجيب شويه زعتر حلوين. الزعتر زي ما حضراتكم شايفين من الجنينه بتاعتي، احنا عاملين حاجات اورجانيك. الحاجات الاورجانيك مفيده جدا، ما فيهاش كيماوي، ما فيها كل الحاجات دي كلها مزروعه بزراعات عاديه خالص، ممكن نزرعها في البلكونه، ممكن نزرعها فوق السطح لو عندي مساحه. حلوه قوي للتحفيز على الذاكره وان انا يكون عندي مخي شغال دايما. تعالوا نحطه في قلب الخضار السوتيه اللي احنا هنقدمه مع اولادنا. هنجيب طاسه صغيره، مش هننسى كمان الخضار السوتين. الخضار السوتيه، انا جايب شويه خضار سوتيه زي ما حضراتكم شايفين، عاملينهم مسلوقين، كوسه وجزر. طيب انا عايز اقدم دول لاولادي بشكل حلو قوي، فهقدمهم ازاي؟ هقدمهم مع شويه زعتر، مع شويه ملح، شويه فلفل صغيرين، يقدر ياكلهم، يقدر يستوعبهم. كمان في عندي الجزر وكوسه تاني، دول مهمين قوي في ان انا اقدر اخلي ابني ياكلهم. هحطهم على الجريلا بالشكل ده. ده هيكون جريل. هحط معاه ايه؟ هحط معاه شويه اعشاب، ممكن شويه زيت زيتون، بس على ما اعتقد ان اطفالنا ما بيملوش قوي زيت الزيتون، لكن انا هحاول ان احنا نقدمهم بشويه زيت زيتون حلوين، لكن الطعم هو اللي هيفرق. انا هكتفي بدول وهنشيل دي. في مفاجأة حلوة قوي احنا هنعملها ان شاء الله اخر الحلقة. نوع حلو جديد موجود في امريكا، لكن هيفيد حلو قوي، هيفيد ولادنا وهيفيد وهيفيد الكبار كمان. الزيت بتاعي بدأ خلاص ياخد الشكل، السخونية الجامدة، وصل للسخونية الكويسة. هناخد شوية الخضار الشتي دول بالشكل ده، نشيل دول كمان. مش عايز اي دهون كتير، يعني كفايه الفراخ اللي موجوده. بدا لونها يحمر بالشكل ده. طيب عندي ايه كمان؟ تعالوا نعمل بوكس صغير او لانش بوكس صغير لبيبي. نعمله ازاي؟ تعالوا نجيب علبه من دول ونحطهم، نشوف ايه اطفالنا ممكن نحط لهم ايه. انا لو انا عندي طفل، انا كنت بعاني مع اولادي البيبيهات، انا عندي مازن وريتاج وزيدان، كنت بعاني معاهم من طريقه الاكل وطريقه عرض الاكل نفسه، فكنت بعتمد على ثلاث حاجات مهمين قوي، ان انا يكون عندي خضار، عندي يكون بروتين، وعندي يكون كمان نوع من انواع الكربوهيدرات اللي هو بيتمثل في العيش او بيتمثل في لو انا عندي نوع من انواع الالياف زي مثلا الشوفان، الكورن فليكس، الجرانولا. ايه الفرق ما بين الجرانولا؟ او الجرانولا بيبقى بار زي ما حضراتكم شايفين كده، معمول معاه سكر او عسل. طيب ايه الفرق ما بين كمان الموسلي اللي هو الكلاسيك موسلي او الكرانش موسلي؟ الفرق ما بينهم ده بيبقى متحمص وعليه دراي فروت، وده طبعا مهم جدا لصحه ولادنا. واهتموا قوي بالالياف، حقيقي يعني اهتموا قوي بالالياف اللي موجوده في الحبوب الكامله لصحه ولادنا في الفتره دي. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب بوله صغيره، هنبتدي بشويه الموسلي اللي موجود عندي الكرانشي، معاه خضار، معاه فاكهه مجففه بالشكل ده. هحط معاه ايه؟ هحط معاه معلقه زبادي.
وشويه لبن صغيرين. وخلينا نستقبل تليفون مدام ناديه. الو، صباح الخير. يا صباح الفل، ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده الحلقه جميله ومميزه، ربنا يخليك. انت عارفه حضرتك ان طبعا خلصت المرحله دي، بس قلبي طبعا بيبقى عندهم، والله قلبي بيبقى عند الامهات طبعا طبعا. احنا وبنحاول نعمل لهم حاجات بسيطه وفي نفس والله الوقت انت بتعمل دول ولادنا. والله الحاجه كلها جميله ما شاء الله، الحمد لله. وفيها العالي وفيها المتوسط، وكله ان شاء الله يقدر يعمله في فيها كل حاجه، وفيها كمان البساطه اهم حاجه. وان شاء الله تكتر لهم برضه عشان يبقى في تغيير، عشان الولاد بتدوخ بجد يعني. لا هنعمل لهم حلقتين كمان لغايه يوم، انت عارفه ان المدارس الدوليه دخلت وهتخش يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، كلهم بخير وطيبين وبالنجاح يا رب. وهنعمل برضه حلقه ثانيه، وتعمل لي حلقه انا كمان. طبعا اعمل لك حلقه. لا لمرضى السكر. عيني، حاضر، اوعدك والله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعني شوف لي كده، ابحث لي كده عن اكلات، عشان انا دخت والله من السكر ده. طب انا اوعدك هعمل لك حلقه عن مرضى السكر، وحلقه تعجبك جدا كمان ان شاء الله. يا ريت يا جلال. باذن الله. باذن الله يا ماما. تسلم ايدك يا ابني، ربنا يخليك. وتحياتي للكاست كله ان شاء الله اللي عندكم، وكل سنه وانتم طيبين بقى ان شاء الله يا حبيبي. وحضرتك طيبه. تسلم ايدك يا جلال. شكرا يا فندم. الخضار الجرير اللي زي ما انتم شايفين بقى لونه جميل قوي، طيب. هنأكل ايه لاولادنا؟ هنأكلهم الحاجات البسيطه دي، شويه الموسلي اللي انا قلت لحضراتكم عليه بالظبط كده، هنحط له معاه واحده جبنه فلامنك بسيطه قوي، لقمه عيش صغيره هنا، ممكن نحط له كمان البار الجميل ده، بار الجرانولا، ممكن نحط له كمان وحده حلاوه، ممكن نحط كمان معاه شريحه خيار زي كده، وحده طماطم، كام سلايس طماطم، وكام وحده فلفل. طيب ونقفل له كده. دي وجبه بسيطه لطفل، وفي نفس الوقت ممكن احط له كمان معاها بيض مسلوق، لو انا عندي بيض مسلوق بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ده بيض مسلوق ممكن نحطه له هنا، لو انا واقفل له دي وابتدي اشيلها له بالشكل ده. تعالوا نحطها هنا، تتحط هنا كده وهي قدام. ده اللانش بوكس. طيب تعالوا نشيل كمان الخضار بتاعنا اللي سوا. هنشيل الخضار ده دول، شوية خضار جريل حلوين قوي، وشوية الخضار السوتيه، ممكن احط معاهم شوية زيت زيتون، ممكن احط معاهم زيت عادي. نشوف الحاجة بتاعتنا. الله، بص بقى لونها جميل ازاي وذهبي حلو قوي. خلاص محتاج ان احنا نطلع دول. نقدر نطلع فاصل ونطلع دول؟ يلا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا اللانش بوكس بتاعنا والديتوكس، عملنا اللانش بوكس بتاعنا بكل بساطه لاولادنا اللي هم في كي جي او في الحضانه، عملنا معاه الموسلي او الموسلي بالفروت دراي،
معاها الجرانولا وبار الحلاوه ولقمه عيش وشويه خضار وبيضه وحته جبنه حلوه قوي لاولادنا. وعملنا كمان الديتوكس زي ما انتم شايفين، حطينا معاه كل الحاجات اللي لونها اخضر بينقي الجسم من السموم، في حطينا معاه شويه ليمون، خيار، تفاح، ولو عندنا شويه زعتر ممكن نحط، وكمان ممكن نحط شويه نعناع. قلينا الفراخ زي ما انتم شايفين، ولادنا كبروا وبقوا موجودين في ابتدائي، عايزين نحط لهم حاجات تقدر تغذيهم وتقدر تخليهم يقدروا يكملوا اليوم الدراسي الطويل. عملنا الفراخ بالكورن فليكس. الكورن فليكس عباره عن ان احنا جبنا الفراخ، فلايه الفراخ حطيناها في دقيق وبعد كده شويه بيض ولبن ملح وفلفل، وطلعناهم من البيض حطيناهم في شويه الكورن فليكس بدل البانيه. ده كان باختصار طريقه الفراخ اللي احنا عملناها. طيب حطينا كمان بطاطساية بسيطة قوي في الفرن. بطاطساية هنعملها بطريقة حلوة قوي. البطاطساية دي بكل بساطة اهي اعملها كده وادوس عليها بالشكل الجميل ده. طيب عملت ايه؟ حطيت عليها شوية ملح بسيطة قوي، فرن عندي عالي، وحطيت عليها ورقة سيلفر وحطيتها في قلب الفرن. ولادنا كتير بياكلوا الفرنش فرايز او بياكلوا البطاطس اللي هي المقليه في الزيت، كميه دهون ملهاش اي لازمه لاولادنا وصحه ولادنا، فاحنا بنعمل اكل صحي. لو عملنا حاجه مقليه ومضطرين ان احنا نعمل حاجه مقليه، فارجوكوا الحاجه دي تكون مره واحده في الاسبوع او مرتين على الاقل، وفي نفس الوقت بنحط بنعوض كل الحاجات الدهون اللي هي موجوده في جسمهم بحاجات ناتشورال او حاجات طبيعيه زي البطاطس من غير ما تكون مقليه. بحط معاها ايه؟ بكل بساطه شويه ملح صغيرين، وايه تاني؟ ممكن احط معاها شويه ساور كريم او حته قشطه لو مش موجوده، او حته زبادي تدي طعم بسيط قوي، او لبنه لو انا عندي لبنه حلو قوي الموضوع ده لو انا عندي لبنه. وبحط معاها شويه الاعشاب دول. طيب هحطها مع ايه؟ هحطها في لانش بوكس لناس كبيره فاهمه هي هتاكل ايه وهتفتح اللانش بوكس بتاعها ازاي. اللانش بوكس ده حلو، ممكن ناخده هو ودي كمان. هنحط بكل بساطه الخضار السوتيه، تعالوا نحط اللانش بوكس بتاعنا، هنحط معاهم وجبه الفراخ. وما تنسوش ان احنا دايما نعود ولادنا ان احنا اكلنا يكون معانا بزياده علشان يبقى في عمليه مشاركه مع زمايلنا. وهحط معاها البطاطسايه. حط معاهم ايه كمان؟ لازم يكون عنده نوع من انواع حاجه تديله باور او تديله طاقه. اديله واحده فراوله او واحده مربى او واحده عسل بالشكل ده، معاها واحده زبده بالشكل ده، واحط معاها لقمه عيش صغيره بالشكل ده. واعتقد ان هي محتاجه شويه خضار، خضار سوتيه، طبعا انا ممكن انوع الخضار بتاعي، ممكن احط بروكلي، ممكن احط كرومب، ورق كرومب، ممكن احط حاجات كتير جدا. طيب وممكن احط كمان معاه كل انواع الخضار اللي موجوده عندي، ممكن اضيف كمان معاه خضار فريش زي الطماطم، الخيار، الجزر، الفلفل، كل الحاجات دي كلها متاحه ان انا اقدر احطها في اللانش بوكس بتاعي. طيب دي اعتقد ان هي مهمه قوي ان انا اخلي عنده حاجه بسيطه جدا زي اللبن. مهم قوي اللبن، او ممكن استعوضه بزبادي اخليها له على جنب. ممكن احط دي كده هنا، ممكن احط كمان معاها الزبده. الزبده خلوها مع المربى في الحته دي تبقى كده كويسه. طيب ممكن نقفل اللانش بوكس بتاعي او نخليه هنا، نخليه هنا قبل ما نقفله. يلا خليه في الحته هنا جنب اخواته وقبل ما نقفله، وهنخليه بالشكل ده عشان يبقى باين لحضراتكم.